تشاهدون الآن فريق الجدعان يلتقي في الفيوم بمزارعي الروابط المائية والتي تؤسسها وتشرف عليها وزارة الموارد المائية، ونجحت في القضاء على مشكلات مياه الري وخاصة في أراضي نهايات الترع. لسه مع حضراتكم في زيارتنا لمحافظة الفيوم عشان نشوف المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيل المسائي وتحديث الري. دلوقتي هنتعرف على روابط مستخدمي المياه واللي بتأسسها وتشرف عليها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، وهي بتضم عدد من المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية في الحوض الواحد، وهدفها القضاء على مشكلات مياه الري وخصوصا في أراضي نهايات الترع. تعالوا نقابل المزارع عبد الفتاح عبد ربه رئيس رابطة المياه في منطقة بحر الجبل. ركزوا معاه. اللي احنا واقفين ده عنده ده مسقى بحر الجبل، تمام. اطول مسقى في جمهورية مصر العربية، 8.5 كيلو، عملته منه 4 كيلو بالجهود الذاتية، صح كده؟ طيب ده قصة نجاح كبيرة جدا ان انت كمزارع بتشارك وبتؤازر جهود الدولة عشان تطوير الري والوصول لأحسن استغلال لنقطة المية، صح كده؟ ده أكيد أنت ليك تأثير عشان تقدر تقنع المزارعين إن هم يحطوا أيديهم في إيديك ويدفعوا عشان نعمل المنظر ده. أنا عايز أفهم ده حصل إزاي؟ إحنا هنا كفلاحين في جزائر القوطة، لأن إحنا نهاية وبنعاني من مياه الري، فعشان نعمل شيء يوصل عمل الحكومة معنا إحنا وفرنا المية، إحنا معانا كمان دخلت الرابطة والجمعية الزراعية جزائر القوطة مع المزارع، واشتغلنا بمجهودنا الذاتي لتبطنة المساء الداخلية في الترح كلها مش في بحر الجبل بس. طب فهمنا انت بقى اهمية المسأة ده. اهمية المسأة دي انا عندي الفتحة بتاعتها الفم بتاعها، لكن فم بحر الجبل على بعد 700 متر، تمام. هنا مقسوم المية بين الترعتين، الدولة الاولى الرابعة والدولة التانية. الدولة الرابعة دي اللي هي ترعتها او مسئتها 8.5 كيلو، ساعة المية تقفل هنا في الأرض الطينية، الفلاح اللي ليه ساعة ماتت عليه راحت، اللي ليه ساعتين راحت، لأن المياه بتستغرق مسافتها من هنا في التربة الطينية كانت بتاخد 7 ساعات مجر عشان توصل له. عشان توصل له. أنا لما عملت له الترعة دي، تعاوننا وعملنا الترعة دي مع بعض، لو اتقفلت الفتحة هنا بتوصل له المياه في تلت ساعة، زائد إن إحنا عملنا له الترعة التانية جنبه برضه عشان نفس لما تقفل عليه فأسرع وقت بتوصل له. طب انتوا جمعتوا كام عشان تعملوا 4 كيلو و200 متر؟ احنا حضرتك بنخش بالتعاون مع الجمعيه الزراعيه، يعني احنا كل اعضاء الروابط اعضاء مجلس اداره في الجمعيه الزراعيه، وكل المنتفعين من الروابط منتفعين في الجمعيه الزراعيه، فارضهم محيزه عندنا في الجمعيه الزراعيه. البحر ده احنا عملنا السنه دي 200 متر، اتكلف 200,003. احنا كجمعيه احنا مدين 200,003، اديناها ازاي؟ بنشكل لجنه من المنتفعين نفسه بتتكون من 7 أفراد موازيين لمجلس الإدارة، يزيدوا أو يقلوا. بنقول يا جماعة أنتوا عليكم تشتروا كلجنة شراء ولجنة متابعة، وإحنا علينا الفلوس. بنديهم جابوا أسمنت ب10,000، نديهم 10,000 وجيبوا لنا التسوية بتاعتها، جابوا رمل، جابوا حديد، اللي جابوه كله تحت إشرافهم هم وبعنيهم هم اللي دافعين للجمعية، إحنا اللي بندفع لهم الأول كجمعية. لان بعد ما بيصب الترع في 30/6 اللي احنا فيه جايين فيه ده لازم يكون كله مسدد اللي خده بعد ما بياخد المحصول بتاع الزيتون ومحصول البصل والقمح. من القيادات المؤثرة في روابط المياه بالفيوم المزارع سالم حمدي شعيب، هو من افضل المزارعين للخضر ونجح في تطوير ارضه بشكل كامل بتحديث الري. شايفك نموذج رائع لتطوير الري، وانك بتحاول تفهم الناس أهمية هذا الأمر. بتتكلم ازاي مع الناس؟ انت ليك تأثير. احنا نهايات بنمثل نهايات بحر، والنهايات طول عمرها في كل المحافظات فيها مشاكل في نقص المية وبتتعرض للظروف، فاحنا في ظل التوجه العام للدولة دلوقتي ونظر الظروف اللي حصل في نقص المية، ان احنا دلوقتي انا كفلاح وانا كرئيس رابطة بنتعامل مع قيادات الناس المحترمة اللي موجودين في قيادات الرأي كله. الناس دي ما بتبخلش علينا بأي معلومة بتضيفها للناس، ان احنا عايزين نبتكر ان انا ازاي اقل شوية المية يصلوا عندي اقدر استثمرهم
فباللقاءات المستمرة والتواصل المستمر والتوجيه المائي والشغل اللي اتعمل، احنا بدأنا نجتمع مع الناس المزارعين. احنا بنمثل قطاع كبير من المزارعين والمنتفعين على الفتح. يا جماعة فيه ندوة بتحصل بيقول كذا كذا، عشان خاطر نوصل المعلومة للناس. احنا عاوزين نبتكر، عاوزين نزرع، عاوزين الانتاج يزيد، عايزين نوفر له ميه، عايزين يعني ما نقفش. احنا في ناس كل العالم مركز الصديق محتاج ايه عشان نطور الري بالكامل في مساحته؟ والله بالنسبه لموضوع التطوير في مركز يوسف الصديق دلوقتي القيادات مشكورين دلوقتي، ده حاطينه في الاولويات، ان هو فيه تبطين دلوقتي الترعه الرئيسيه، وفي دعم دلوقتي كده من القيادات المسؤولين دلوقتي. طبعا حضرتك فاهم اهميه التبطين. ده التبطين ده احنا ما حسناش بقيمه التبطين ده، اللي احنا يعني اول تبطين حصل على المستوى الجمهوري حصل عندنا في المنطقه عندنا. موضوع تبطين ترعه اوتا ده يعني ايه اللي الميه ما كانش بتصل للنهايات؟ يعني ايه اللي الميه دلوقتي بقت بقل ميه بتصل للزمامات وبنوصل، ودلوقتي احنا شغالين على المسائل الداخليه كفلاحين وكمنتفعين على بنطور فيها بالجهود الذاتيه كفلاحين، بنجتمع كده كراس رابط ومنتهى. انا كنت في الصيف ما بزرعهاش، ما فيش زراعه حضرتك. ما فيش زراعه، وكان في معاناه بزرع. في معاناه، وفي دايما كان في حاجات بتحصل معانا ومعنا الراي كده، ان احنا ما في بنعاني من مشكله نقص المي. اصبح دلوقتي ان انا لما غيرت للراي الحديث، اصبح ان انا ارضي كلها زرعت بقل باللومه اللي بتصلني، بزرع الارض زياده الارض والرقعه كلها زرعت، رقعه الارض اللي عندي المساحه بتاعتي كلها زرعت، زياده انتاج. ان انا دلوقتي شفت بنفس تجربة عن نفسي أنا، لا في توفير في مية، في زيادة في الأرض اللي بتاعت إنها زرعت، لا في شغل، في شغل حلو خالص، وإحنا لازم نواكب ده. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد مختار مدير الإدارة العامة للتوجيه المائي في شمال الوادي والفيوم، ومهندس روابط المياه في الفيوم، ومن أكتر المسؤولين اللي بيشجعوا المزارعين على تأسيسها واختار الوزارات بعضها. بنتعامل مع الناس إزاي؟ بنوعيهم إزاي؟ الروابط بتتحكم ازاي؟ بنسمع ليهم ازاي؟ اول رابطه مستخدمي ميه في مصر تم تشكيلها هنا في الفيوم حقيقه يعني. واول تجربه ري حديث في الاراضي الطينيه القديمه تم عملها هنا في الفيوم. الحقيقه التجربه جابت نتائج غير عاديه. اولا ري الحديث في الاراضي الطينيه القديمه جاب انتاجيه اعلى بنسبه على الاقل 30%. الجودة بتاع الإنتاجية بقت أحسن بكتير جداً. هقول لحضرتك يعني في أول تجربة إحنا عملنا نباتات عطرية، يعني كنا بتتعصر ويطلع منها زيت. النقاوة بتاعت الزيت في الري الحديث أو الأراضي المزروعة بالري الحديث كانت أعلى بكتير جداً من النقاوة، ونسبة كثافة الزيت أعلى، وكثافة الزيت أعلى، والتوفير في المية عدى حوالي 35%. وطبعاً المزارعين حسوا بأن الأرض بتاعتهم كبرت، حس ان الارض زادت، بيزرع كامل المساحه بتاعته. يعني اللي عنده 10 فدادين بقى بياخد مساحه محصوليه ل 11 فدان. انا بخشى مع الروابط ان احنا نعتمد على المزارع في كل حاجه. ما انت بقى عندك رابطه ديرها واحنا في ظهرك، لكن نسيبه هو اللي ينفذ كل حاجه. هل ده تفكير موجود ولا لا؟ احنا معاه، لو في تمويل محتاج ونقدر نجيبه له هنجيبه له، وبنتابع عمل الرابطه وبنشوف كيف تتصرف في هذه المياه. حضرتك احنا لما بنشكل الرابطه، الحقيقة كان المفروض أقول لحضرتك الأول إن الرابطة دي بتشكل إزاي. هي ممثلين للمنتفعين، قد يكون مثلا ترعة معينة عليها 3000 منتفع، بيمثلوا 11 أو 15 منتفع عدد فردي عشان التصويت. بيتم انتخابهم، بيبقوا 11 أو 15 أو 7، يعني عدد فردي من أول 7 لغاية 15. دول بيمثلوا الآراء بتاع المنتفعين كلهم. هما بيعقدوا اجتماعات مع المزارعين، يعرفوا نبضهم إيه، ويعرفوا ايه اللي هم محتاجين وايه المشاكل اللي عندهم. يجوا يقعدوا شهريا مع احنا الإدارة العامة للتوجيه المائي او الادارات العامة للتوجيه المائي او السلطة الجمهورية، بتعمل نفس بتنهج نفس النهج، ان بتعمل اجتماعات دورية مع المنتفعين بيحضرها ممثلين او قادة الري في كل محافظة من المحافظات دي، وبتقعد معهم بتشوف نبضهم ايه، بيجيبوا المشاكل اللي عندهم وبيقول مقترحه في الحل. حقيقة المزارع المصري ذكي جدا، لما بيقول مقترح للحل واحنا بندرسه من الناحيه الفنيه بنسمعه من اول وكيل الوزاره لغايه اقل عامل موجود في الري بيسمع طبعا، ومن فوقنا معالي الوزير ورئيس القطاع ورئيس الاداره المركزيه. حقيقه المنتفع هو المحور بتاع الوزاره عندنا، واللي احنا بنهدف الى ان احنا من ناحيه نلبي طلباته الصحيحه، ومن ناحيه اخرى ان احنا نعمل على ان مستواه الاقتصادي يرتفع.
لأن المنتفع والمزارع ده هو أخويا وأبويا وجدي وكل الناس يعني. وبعدين مصر بتقوم بالمقام الأول على الزراعة، لأن حضرتك تعرف أن 80% من ميتنا أصلا رايحة للزراعة، وبالتالي إحنا لازم نرشد استهلاك المية، ولازم المنتفعين والمزارعين يحط إيديهم في إيدينا في إدارة متكاملة للمية. لأن لما دير المية، لما المسؤولين يديروا المية ومعاهم المستفيد في نفس المنظومة، بنوصل للأوبتيمم، نوصل لأحسن حاجة في الإدارة. الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، عشان كده لازم نحافظ على الموارد المائية ونستغلها أفضل استغلال، وكمان نرشدها مش بس في الترع والمصارف، لكن في جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقة النهاردة أقول لحضراتكم أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد هيبدأ تنفيذه في أول يوليو المقبل، يعني خلال أيام قليلة جدا. السيدة نبين جامع وزيرة التجارة والصناعة أقرت هذا البرنامج بهدف تحقيق دفعة للقطاع التصديري والوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا، دي خطة الدولة. وخلينا أقول لحضراتكم أنه لأول مرة حسب تأكيدات السيدة نيفين جامع هيتم عمل برنامج خاص لقطاع السيارات مدته 7 سنين، يعني رد الأعباء التصديرية لكل رجال صناعة السيارات والقطاعات المغذية للصناعات الإلكترونية والكهربائية. أيضا تم ضم القطاع الدوائي أو الصناعات الدوائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية. كمان مشروعات المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تم ضمها إلى برنامج رد الأعباء التصديرية. وفي كمان بشرة خير لأهل صناعة الاستنباط، سيتم ضم هذه المشروعات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية. قلت لحضراتكم إن ده قطاع هام جدا وبيمثل أم الصناعات على الإطلاق. 95% من الصناعات على مستوى العالم تعتمد على صناعة الاستنباط، وآن الأوان أن ندعمها وبقوة. كمان السيدة نيفين جامع قالت لبرنامج الجدعان أن في حوافز إضافية لكل المصدرين في برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، منها 50% نسبة إضافية لصادرات أفريقيا، والوصول بنسبة الشحن في رد الأعباء إلى 80% لأفريقيا. كمان في 50% من نسب المساندة الأساسية لكل العاملين في المناطق الصناعية في الصعيد والمناطق الحدودية، وأيضا في مدينة الأساس في دمياط ومدينة الروبيكي للجلود بطريق السويس. كمان في بند شديد الأهمية وزيادة رد الأعباء التصديرية بنسبة 2% لمن يحمل علامة تجارية مصرية ويجول بها في أسواق العالم. يعني لو نجحت في اختراق أسواق العالم بالمنتج المصري وباسم مصري، ستحصل على 2% نسبة إضافية في رد الأعباء التصديرية. كلها أشياء تبشر بالخير وتؤكد أن القطاع التصديري المصري اللي حصل على 27 مليار جنيه في آخر برنامج لرد الأعباء التصديرية، اللي هو البرنامج المعجل اللي بنسد فيه بنسبة 85% و15% هي مستحقات السداد المعجل، حصلوا بموجب هذا الاتفاق على 27 مليار جنيه. هذا القطاع برمته يسير في الطريق الصحيح نحو الوصول إلى مستهدفات الدولة، وهو رفع نسبة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا. قلت لحضراتكم قبل كده أن هذا الأمر ليس مستحيل على الإطلاق. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا الأسبوع المقبل أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.